أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في حلقاتنا المتواصلة ومدرسة على الهواء. توقفت معكم في الحلقة السابقة عن توسعات محمد علي وحروبه الخارجية حتى حرب الشام الأولى وصلح كوتاهية. طبعا في أسئلة عرضتها في الحلقة الأسبوع اللي فات، وطبعا الوقت ما قضاش، فهنعرض الأسئلة مع بعض النهاردة سريعا ونجاوبها ونرجع نستعرض استكمال توسعات محمد علي والتدخل الأوروبي باسم الدولة العثمانية. نشوف مع بعض أول سؤال عندي من الأسبوع اللي فات، صح ام خطا مع ذكر السبب، طلب محمد علي الشام من السلطان العثماني 1810 مقابل مبلغ من المال. بنقول يا استاذ العباره خطا، لان محمد علي فقر في مخاطبه السلطان ولكنه لم يطالبه. كافأ السلطان العثماني محمد علي عن حروب اليونان بجزيره كريت، العباره صح. ليه السلطان كافئ محمد علي عن جزيره كريت او بجزيره كريت؟ نقول لان الجيش المصري قام بمهمته على اكمل وجه، دي نقطه. النقطه الثانيه، جزيره كريت من الجزر المتمرده، يعني المكافاه هنا كانت مكافاه يعتبر ماهيش كويسه قوي، يعني لان كريت كانت عامله مشاكل للدوله العثمانيه. السؤال الثاني، بنقول تم تعيين حكم دار السودان يجبع بمفرده السلطه العسكريه والمدنيه في اداره السودان، العباره غلط لانه بيشتغل بالتنسيق مع وزاره الداخليه في مصر ليس منفردا بالسلطه. احضر محمد علي ابناء زعماء السودان للتعليم في مصر وشاركوا ابناء البعثات، مما يؤكد على اختار تحقيق المجال الحيوي لمصر والسودان الزراعيه ارضاء لزعماء السودان. اعتبار محمد علي ان السودان ومصر دوله واحده، بنقول اعتبار محمد علي ان السودان ومصر دوله واحده فلم يفرق في المعامله بين ابناء السودان وابناء مصر. انشا محمد علي مدينه الخرطوم والتي تعد اصلاحا، خلي بالك بقى هنا الخرطوم ايه؟ عاصمه. تعد اصلاح اقتصادي ام عسكري ام سياسي ام تعليمي؟ نقول الخرطوم اصلاح سياسي وهي عاصمه الدوله حتى ايه؟ الان. طيب النقطة اللي بعد كده بنقول صح وغلط مع ذكر السبب برضو، قام الجيش المصري في حرب اليونان بمهمته على أكمل وجه، العبارة هنا صحيحة. ليه الجيش المصري قام بمهمته على أكمل وجه في حرب اليونان؟ إيه السبب؟ ركز معايا في السؤال ده مهم. نقول بالرغم أنه بيحارب في بيئة جديدة وهي بيئة أوروبية، إزاي الجيش قام بمهمته على أكمل وجه؟ نقول نظرا لتدريب الجيش على نفس الطريقة على يد الكولونيل سيف أو سليمان باشا الفرنساوي، يعني الجيش نفسه كان متدرب تدريب إيه؟ أوروبي، لذلك نجح في مهمته في حرب اليونان. كانت حروب اليونان لصالح السلطان العثماني، العبارة صح، لأن محمد علي دخلها بطلب من السلطان للقضاء على ثورة شعوب اليونان والمورة التي طلبت السلطان بالاستقلال والحكم الذاتي. اختر أول الحروب التي اشترك فيها المصريين في الجيش منذ بدايتها، الحرب اللي دخل فيها المصريين منذ بداية الحرب، حرب الايه؟ بنقول حرب الشام. ليه حرب الشام؟ احنا قلنا كده بداية دخول المصريين الجيش 1824 واشتركوا في حرب ايه؟ اليونان. اليونان بدأت 21، اذا المصريين لما دخلوا حرب اليونان دخلوها سنة كام؟ 24 كانت حرب اليونان بدأت. انما الحرب اللي بدات من اول حرب الشام 1832 بعد الاستعداد في 31. اول الحروب التي اشترك فيها المصريون في الجيش، ده بقى السؤال الثاني اهو، اول حرب اشترك فيها المصريين هي حرب ايه؟ اليونان. لما قلنا تاني 1824 دخل المصريون الجيش، طب انهي الحرب اللي كانت شغاله؟ 1821 828 حرب اليونان، فدي اول الحروب اللي اشترك فيها المصريين. أول من حاول تكوين رابطة عربية ضد الدولة العثمانية هو محمد علي. أول من حاول تكوين رابطة عربية ضد الدولة العثمانية هو محمد علي، بنقول غلط هنا. أول واحد هو علي بك الكبير. علي بك الكبير هو أول من فكر في إنشاء الرابطة العربية ضد الدولة العثمانية. كان هناك علاقة بين سياسة السلطان العثماني الخارجية، نركز كده، في علاقة بين سياسة السلطان العثماني الخارجية وقوة مصر العسكرية. هل كان هناك علاقة بين سياسة السلطان العثماني في الخارج وقوة مصر العسكرية؟ العبارة صح. العبارة صح ازاي؟ لما اقول سياسة السلطان الخارجية اللي هي حروبه الخارجية، لما محمد علي راح فين؟ راح الحرب ايه؟ الوهابية.
عمل ايه يا استاذ؟ اول ما رجع محمد علي ادرك تكوين قوة عسكرية ذاتية نظامية. تبقى السلطان هنا اللي لفت نظر محمد علي لانشاء قوة عسكرية. ماشي؟ ايه صح وغلط مع ذكر السبب، اختلفت سياسة محمد علي العسكرية في الدفاع عن حدود البلاد عن سابقيه. تقول اه صح. ازاي؟ محمد علي اقام القلاع والحصون والاستحكامات للدفاع عن ثغور البلاد، على عكس بنقول المماليك. مالهم المماليك؟ المماليك انصرفوا نهائيا عن تحصين حدود البلاد الخارجيه بنزعاتهم الايه؟ الداخليه. يعني المماليك ما حاولوش ان هم يدافعوا عن البلد من الخارج نهائي. طيب انقسام الزعامه حول مكانه عمر مكرم، العباره صح ولا غلط؟ بنقول العباره ايه؟ صح. وكانوا يدسون له عند محمد علي، وابرز موقف على الكلام ده الشيخ السادات الذي كان دائما يوغر صدر محمد علي للتخلص من عمر مكرم، ثم قام محمد علي بنفيه 1809 الى دمياط وخلعه من نقابه الاشراف ووضع مكانه الشيخ السادات. صح وغلط خوف محمد علي من قوه الزعامه الشعبيه بعد قرار التوليه؟ اه العباره صح. محمد علي هو ادرك قوه الزعامه منذ 1804 من ايام ثورة 4 ضد المماليك، ولكن محمد علي خاف من قوة الزعامة بعد قرار التولية. ليه؟ لان كلام الزعامة الشعبية هنا يعتبر مشى على مين؟ على السلطان العثماني 1805 و1806 في تعيين محمد علي ثم تثبيت محمد ايه؟ علي. هنا محمد علي ادرك قوة الزعامة فكان لازم يتخلص منها. اختر تم استكمال انفراد محمد علي بالحكم. استكمال الانفراد يعني اخر حاجة محمد علي قضى عليها، اللي هي كانت ايه؟ كان المماليك. نقول بعد ايه؟ بسبب مذبحة القلعة، الحروب الوهابية، السلطان العثماني، القضاء على الزعامة الشعبية، بنقول السلطان العثماني. ليه ما قلناش المذبحة؟ لأن السلطان قال لمحمد علي روح الحرب الوهابية، خاف محمد علي فدبر مذبحة الايه؟ القلعة. طيب برضو بنقول صح وغلط، كان هناك علاقة بين المماليك والقضاء على الزعامة الشعبية. في علاقة بين المماليك والقضاء على الزعامة الشعبية؟ نقول اه العبارة صح. ليه؟ لأن المماليك أدوا إلى إيه؟ انشغال محمد علي بمحاربتهم في الصعيد. المماليك بيحاربوا إيه؟ محمد علي في الصعيد. في الفترة دي اللي كانت نزلت فيها حملة مين؟ فريزر. طب لما نزلت حملة فريزر مين اللي تصدى ليها؟ الزعامة الشعبية والشعب. فارتفعت مكانة الزعامة الشعبية خاصة عمر مكرم، الأمر اللي أدى إلى خوف محمد علي فخطط للقضاء على الزعامة الشعبية. كان هناك علاقة بين مكتسبات انجلترا في الشرق وحملة فريزر. نقول اه انجلترا بعتت فريزر ليه؟ عشان تعزل محمد علي وتعين الالفي عشان تأمن مواصلاتها للهند للحفاظ على مكتسباتها في المستعمرات الشرقية في الهند. ده بالنسبة يا ولاد للأسئلة اللي احنا اتكلمنا فيها الأسبوع اللي فات. وطبعا أنا إيه لو الوقت ما قضاش معايا في الحلقة معلش أنا بشرح وأكتب الأسئلة في نفس الوقت. احنا بنقول ان احنا في الاسبوع الثاني احنا بن ايه بنكمل اسئله، الاسئله جاوبت معانا مفيش اي مشكله، برضو لو حد عنده استفسار في الاسئله دي بعد ما سجلها يتصل بينا مفيش مشاكل. وقفنا عند صلح قتاهيه، اتكلمنا عن حروب محمد علي في الشام، محاولات ضم محمد علي الشام، الاسباب الرئيسيه، الاسباب المباشره. هكمل معاكم النهارده صلح قتاهيه حتى ظروف معاهده لندن ونحط بعض الاسئله معايا. طيب لما نيجي نتكلم على صلح قتاهيه 1833 تدخلت الدول الأوروبية للضغط على كل من السلطان العثماني وعلى محمد علي لقبول شروط الصلح. تم الصلح بين الاثنين. طيب الصلح لما تم بين الاثنين ايه اللي حصل؟ الصلح هنا بنقول نص على بسط، اتنين تأييد. خلي بالك من الكلام كده، بسط وتأييد. بسط نفوذ مين؟ نفوذ محمد علي على الشام وأدنى، وتأييد سلطانه على الحجاز ومعظم الجزيرة العربية وكريت. خلي بالك تاني كده، تاني بنقول بسط نفوذ محمد علي على الشام وأدنى، وتأييد سلطانه على الحجاز والجزيرة وإيه وكريت. طب تمام، لما اجي اتكلم بقى هنا على النتائج المترتبة على صلح قتاهية بنقول الكلمتين دول، تلاتة معاهدة 1833 بين السلطان العثماني وبين روسيا، معاهدة دفاعية هجومية التزم فيها كل طرف، خلي بالك منها، التزم سواء السلطان وروسيا بمساعدة الآخر في حالة الدفاع والهجوم.
نقدر نقول كده ان السلطان العثماني اعتبر صلح كوتاهية حدة مؤقتة لجولة فاصلة قادمة. محمد علي طبعا عرف اذا كانت حتى المعاهدة سرية، وعرف نتيجة للمعاهدة دي بنقول ايه؟ محاولات محمد علي الاستقلالية. طبعا محمد علي هنا فكر وبدأ يصارح الناس بمحاولاته الاستقلالية عن السلطان. 1833 1834 1838. تبقى كان محمد علي مرة هنا فكر في محاولة استقلالية فعلية، هنا جات له الفرصة امتى؟ في صلح كوتاهية وما كملهاش. 34 صارح قناصل الدول الأوروبية بضرورة الاستقلال ولكن حذروه من هذه الخطوة. 38 جدد محمد علي عزمه على الاستقلال عن السلطان بسبب دسائس السلطان ضد حكمه في الشام. نخلي بالنا الله يخليكم من الثلاث محاولات دول، ابرز محاولات محمد علي الاستقلالية 33 34 38. طيب لما نيجي نقول لما حذروه عرفوا قوة محمد علي، ايه موقف الدول الاوروبية وعلى رأس الدول دي مين؟ لما اقول موقف انجلترا من محمد علي بعد كوتاهية. انجلترا موقف ايه من محمد علي بعد صلح كوتاهية؟ ركز معايا كده. 1 حرضت، 2 افشال، 3 دفعت. خلي بالك كده معايا، نقول حرضت انجلترا مين؟ السلطان العثماني على ايه؟ على ضرب محمد علي. طب مستفيدة ايه؟ لتنفيذ بلطة ليمان اللي وافقت عليها فرنسا، يعني عايزين يلغوا الاحتكار. انجلترا افشلت كل مساعي الصلح اللي حاولت تحصل بين محمد علي والسلطان، بل دفعت انجلترا السلطان دفعا لقتال محمد علي. ركز في النقط دي كده معايا. موقف انجلترا المحرض دلوقتي عندي هنا هيعمل مشكله كبيره. موقف انجلترا من محمد علي بعد كوتاهيه، حرضت انجلترا السلطان على ضربه ايه؟ علشان تنفذ بلطة ليمان واللي وافقت عليها فرنسا في نفس السنه. افشلت انجلترا كل مساعي الصلح بين محمد علي والسلطان، بل دفعت السلطان دفعا لقتال مين؟ محمد علي. طبعا القصه هنا يعني لما نقولها بعد ما نخلص المعاهده بتاعت بلطة ليمان ومعاهده لندن، القصه ليست قصه سياسيه ولكن القصه قصه اقتصاديه. الموضوع كله موضوع اكل عيش وتداول الاقتصاد في العالم. خلي بالنا انجلترا دوله لا تكن لمحمد علي اعداء سياسي، ولكن الاعداء الاكبر هو الاعداء الاقتصادي. محمد علي قوه اقتصاديه لا يستهان بها، اغلق السوق المصري، عمل مشاكل في الوقت اللي اوروبا بتدور فيه على ايه؟ على اسواق بسبب الثوره الصناعيه. طب الحل؟ قالت للسلطان اضربه، اقرفه، الغي ايه؟ الاحتقار. لو اتفقر محمد علي ايه اللي هيحصل؟ هتسقط الدوله المصريه. نخلي بالنا برضو من القصه دي ان انا عندي النظام الاقتصادي هو عصب الحياه. انا باجي اقول دلوقتي كده ايه اللي بيشيلك وانت واقف؟ مش رجليك اللي شايلك، انت لو انت واقف كده رجليك مش شايلاك. امال ايه اللي شايلك؟ اللي شايلك بطنك، بطنك لو بطلت تاكل بطلت تشرب حصل كذا مش هتقدر تقف على رجليك. ايه اللي بيشيل الدول؟ هو عماد الحياه، الاقتصاد. الاقتصاد البناء التحت للدوله. إذا ارتقى ونهض النظام الاقتصادي نهضت الدولة على كل المقاييس، علمية وسياسية وعسكرية واجتماعية وفكرية وثقافية. هو ده الحل الوحيد للتقدم. الأمم تنهض من خلال نظامها الاقتصادي. إنجلترا دولة فاهمة، قالت للسلطان العثماني الغي الاحتقار، اتلغى الاحتقار سقطت الدولة المصرية. فبتحرض السلطان، حل الاحتقار لو سقط في مصلحة مين؟ في مصلحة إنجلترا. طب نشوف السلطان العثماني بعد إفشال مساعي الصلح ودفع إنجلترا لضرب محمد علي. سلطان تجرى على محمد علي ونقض صلح كوتاهية واشتبك مع محمد علي مرة أخرى في معركة نزيب. معركة نزيب أو معركة نصبين. معركة نزيب أو نصبين. طيب ركز معايا كده. السلطان اشتبك مع مين؟ اشتبك مع محمد علي على الحدود السورية التركية شمال حلب. النتيجة المتوقعة هزيمة السلطان، مش كده وبس، وانضمام الاسطول العثماني لمحمد علي. يعني محمد علي هنا كسب الحرب الثانية سنة 39، سنة كام؟ 39. محمد علي كسب حرب الشام الثانية.
لما اجي اقول النتائج المباشره في موقعه نزيب لصالح مين؟ محمد علي هزم السلطان، خد الاسطول العثماني او انضم قائد الاسطول، فزادت قوه محمد علي البريه والبحريه، اصبح محمد علي على مشارف الاسيتانا للمره الثانيه. زي ما بنقول المثل الدارج، انت كسبت المعركه ولكن خسرت الحرب. خسر محمد علي كل ذلك، حيث كانت النتائج النهائيه لموقعه نزيب ضد محمد علي. السؤال ده لما نيجي نقول النتائج النهائيه لمعركه نزيب او نصبين ضد محمد علي، هي نفس النقطه لو قلنا ظروف معاهده لندن 1840. الاثنين واحد، النتائج النهائيه لموقعه نزيب ضد محمد علي، تمام، وظروف معاهده لندن لم تكن لصالح محمد علي. ازاي؟ اثارت انتصارات محمد علي غضب ومخاوف الدول الاوروبيه، فلم تكن تسمح الدول الاوروبيه بتفوق مصر في المنطقه العربيه واتساع حدودها الخارجيه لتشمل معظم الجزيرة العربية والحجاز واليمن والخليج والشام والسودان وكريت وأطنة. اللي بيعمله محمد علي ده انجلترا نفسها بتقول انا ما قدرتش اعمل التوسعات دي، يعملها محمد علي. فاثارت هذه الانتصارات غضب ومخاوف الدول الاوروبية من اختلال ميزان القوى الدولي. كان في اتفاقية دولية زمان اسمها فيينا 1815 تحدد القوى العظمى في العالم خمسة، انجلترا فرنسا النمسا روسيا بروسيا، دي الدول العظمى. ظهور محمد علي بهذا الشكل يعمل على اختلال ميزان القوى واختلال التوازن الدولي. الحل، فتدخلت هذه الدول الأوروبية ضد محمد علي لدى السلطان العثماني لفرض ما طرأ على محمد علي. قال له السلطان انت شايف الوضع اهو، ايه اللي انت عايزه؟ قال انا موافق على اي اجراء ضد محمد علي، اعملوا اللي انتوا عايزينه. نعمل ايه؟ راحوا عاملين معاهدة كبيرة اسمها معاهدة لندن 1840. طبعا نص المعاهدة دلوقتي احنا بنبص فيه كويس، اذا كنا بنقول دلوقتي ان الكتاب معانا في الامتحان، بس نخلي بالنا الاستنتاجات، هو مش هيجي لك نص واضح او صريح يعني، فهنشوف مع بعض ونعمل التطبيق عليها. طيب، حكم مصر وراسيا لمحمد علي واسرته بعده، ويمنح محمد علي في حياته عكا اللي هي جنوب الشام. طب تمام، دي واحده. اتنين، اخلاء الحجاز وكريت وادنا، اعاده الاسطول العثماني. محمد علي رجع ايه؟ الحجاز وكريت وادنا والاسطول العثماني يرجع مره تانية للسلطان. محمد علي يدفع الجزية السنوية التي سقطت في حرب الجزيرة العربية. أربعة، قوات محمد علي في خدمة السلطان البرية والبحرية، التزام مصر بكل المعاهدات التي تعقدها الدولة العثمانية مع الدول الأوروبية وأولها بالطا ليمان. طيب، الشروط بقى اللي موجودة في المعاهدة، يمنح محمد علي 10 أيام للتفكير، في حالة الرفض يحرم من عكا. يمنح 10 أيام في حالة الرفض يكون في محل حرمان السلطان من مصر. طب إذا استمر الرفض هنا بقى، إذا استمر الرفض، لو استمر الرفض تقوم الدول الأوروبية الموقعة على المعاهدة باستخدام القوة العسكرية ضد مين؟ محمد علي لحماية السلطان. دي المعاهدة. طبعا عايز اقول لك تحفظ او تبص فيها، لا انا عايزك تطلع النص. انا عندي المعاهدة فيها نص سياسي، خلي بالك، فيها نص مالي، فيها نص عسكري، فيها نص اداري. طيب ازاي
لما اجي اقول التزام مصر بكل المعاهدات، ده نص سياسي، دفع الجزية نص مالي، عسكري ترجع الاسطول وقوات مصر ملك السلطان، اداري حكم مصر وراسل الاسرة. طب انا لما اجي اسال دلوقتي، انا مش هسالك في النص بعينه، انا هسالك في الايه؟ في الارتباط ده. يقول لك التزمت مصر سياسيا، التزمت ماليا، التزمت عسكريا، التزمت اداريا. اذا الكتاب هنا وحفظه ملوش ايه؟ نتيجه الا اذا كان عندي فهم في التطبيق، لازم اكون فاهم اطبق على المعاهده ازاي. طيب قول لنا كده، مين الدول اللي وقعت المعاهده؟ مين الدول؟ الدول اللي وقعت المعاهده الاوروبيه الكبرى ما عدا فرنسا. ليه فرنسا؟ لان المعاهده عقدت بدون علمها نظرا للعداء بين انجلترا وفرنسا. طب تمام، الدول الاوروبيه الكبرى. محمد علي ايه موقفه؟ رفض، وحرضته فرنسا. تمام، طب وبعدين في الاخر قبول المعاهده. طب ليه محمد علي قبل المعاهده؟ واحد، تخلي فرنسا عنه. اتنين، ثوره سوريا ضده، تاهب اوروبا لضربه. خلي بالك معايا، محمد علي رفض وحرضته فرنسا، طبعا فرنسا حرضته لان المعاهده عقدت بدون علمها، رجع قبل بسبب تخلي فرنسا ثوره سوريا تاهب اوروبا لضربه. قبل محمد علي وقبول المعاهده هنا كان فيه عقل بالنسبه لمحمد علي انه يقبل المعاهده. طيب ايه النتائج المترتبه على المعاهده؟ معلش هنا في نصوص كتيره شويه. ايه النتائج بتاع المعاهده؟ نقول المعاهده حرمت، اعادت، جعلت. ازاي؟ المعاهده حرمت مصر من كل انتصاراتها الداخليه والخارجيه، اعادت مصر مره اخرى لحدودها الاصليه، جعلت لمصر شخصيه دوليه. تبقى مصر اتحرمت من كل الانتصارات اللي معاها محمد علي في الداخل والخارج، حصل انكماس سياسي واقتصادي، رجعت مصر لحدودها الاصليه، بقت مصر بس، جعلت المعاهده لمصر شخصيه دوليه لان العالم الكبير كله اتلم عشان يضرب مين؟ مصر. طيب كلام جميل، سلطان اسرع هنا بفرض العديد من القيود. مصر خسرت ايه هنا؟ ما خسرتش حاجه. ازاي يا استاذ مصر ما خسرتش حاجه؟ الخساره هنا خساره ماديه، نقدر نعوض الخساره بمنتهى السهوله. اقدر اعوضها ازاي؟ اذا كانت شويه دول لحجاز الشام كريت قطن نقدر نرجعهم، لان سلاح الرجوع هنا موجود، سلاح الرابع مع محمد علي ما زال كما هو، لم يحدث فيه تغيير، وهو القوى العسكريه. انما الخساره هنا ماديه فقط. ماشي، انت عملت حادثه عربيتك اتكسرت، يقول لك فداك ما دام انت طلعت سليم، انما انت حصل لك حاجه في العربيه خلاص ما هتجيبش ولا هتودي، بقى انت كده انتهيت. محمد علي هنا ما تعورش، محمد علي هنا صحته العسكريه سليمه، قوته لا زالت كما هي. السلطان ما هوش غبي، انا قلت لك السلطان من اذكى القوى الموجوده، هو ضعيف اه بس ذكي. طب الحل؟ طب انا كده ممكن انضرب تاني، ترجع الدول دي تضيع تاني. طب الحل؟ نحاول نقص بقى محمد علي وننهي على قوته العسكريه. فاسرع السلطان العثماني باصدار فرماني فبراير ويونيو 1841، من اكبر الفرمانات المؤثره في تاريخ مصر في عهد محمد علي. قال ايه؟ يتلقى اكبر ابناء الاسره فرمان الولايه من السلطان. اتنين، التزام مصر بكل المعاهدات التي تعقدها الدولة العثمانية. ثلاثة، تضرب النقود وتجبى الضرائب في مصر باسم السلطان، يرسل للسلطان ربع الإيراد المصري. خمسة، الجيش لا يزيد عن 18,000 جندي وقت السلم، ولا تبني مصر سفنا حربية إلا
بإذن السلطان. كارثة مروعة في تاريخ مصر العسكري. طب ناخدها واحدة واحدة كده معايا. هنا بيقول له إيه؟ يتلقى أكبر أبناء الأسرة، معلش كتاب المدرسة ما قالش أكبر أبناء الأسرة، كتاب المدرسة قال يتلقى أبناء الأسرة فرمان الولاية من السلطان العثماني. ما علينا. طب أنت حاطط أكبر ليه؟ قدام شوية أنا بستنتج، قدام شوية أنا بستنتج إن 41 قال أكبر أبناء الأسرة، هنا في قيود. يعني مش هيمسك هنا الابن الإيه؟ المباشر لمحمد علي. هوريها لك إزاي. بصوا معايا. رقم واحد عندي. مين؟ محمد علي. بص كده دي العيلة اهي. محمد علي حكم من 1805 ل 1848 وعزلوه، جابوا مكانه ابن ابراهيم باشا رقم اتنين. خلي بالك ابراهيم حكم 1848 8 شهور ومات. هنا في طوسن، هنا في سعيد. طوسن كان مات. طيب مين اللي هيجي بعد طوسن؟ ابراهيم. محمد علي اتعزل، ما زال عايش. ابراهيم مات في حياه ابوه، طوسن مات. معايا مين؟ سعيد. لا سعيد ما حكمش. اللي حكم مين بقى؟ عباس ابن طوسن طبقا لفرمان 1841 اللي انا لسه قايله دلوقتي اهو. بص معايا كده اهو. يتلقى اكبر ابناء الاسره فرمان الولايه من السلطان، يعني اللي يحكم اكبر واحد في العيله. حكم عباس من كام؟ من 1848 ل 54 واتقتل. تبقى ده رقم كام عباس بقى دلوقتي؟ عباس هنا رقم 3. 4 سعيد. جاء سعيد حكم من كام؟ من 54 800 ل 63. طيب مات سعيد، مين اللي جه مكانه بقى؟ اسماعيل. حكم من 63 800 ل 1879 وتعزل. عند اسماعيل الموضوع هيتغير بقى. هنا فرمان 41 شغال لحد اسماعيل اللي يحكم اكبر واحد في الاسره سنا. لما ناخد قدام بقى باقي الفرمانات وازاي حصل فيها تعديل هنكمل شجره العيله، بس ركز معايا كده. محمد علي حكم من 1/5 ل 48 وعزلوه. جاب ابراهيم باشا 48 مات بعد 8 شهور. طوسن مات، سعيد موجود، عباس ابن طوسن، يعني عباس ها بالنسبه لسعيد سعيد عمه، سعيد عم عباس. سعيد ابن محمد علي، عباس ابن اخو سعيد طوسن. وبالرغم من ذلك عباس ابن طوسن حكم قبل عمه سعيد طبقا لفرمان حصر الوراثه 41 في اكبر ابناء الاسره العلويه سنا، وعباس كان اكبر من عمه سعيد فحكم قبله. بعد عباس جه سعيد رقم 3 في الاربعه في الاسره. بعد ما مات سعيد جه مين؟ اسماعيل. اسماعيل اتعزل 79. بعد اسماعيل هنبدا نغير في الحلقات اللي جايه ان شاء الله الوضع ونشوف اللي حصل. طيب بيقول وبيأكد ان مصر ملتزمه بالمعاهدات اللي بيعملها السلطان، تضرب النقود وتجبى الضرائب باسم السلطان، رجعنا التبعيه الماليه هنا للسلطان ويرسل للسلطان ربع الايراد. كده مصر كده ايه بتخسر كتير. الجزيه 400,000 جنيه زائد ربع الايراد يروح لها، يعني هنا في قله في الموازنه العامه. الاهم من كده ودي الاهم الجيش 18,000 كده خلاص خلاص انتهى موضوع الاستقلال نهائي. خسرت مصر قوتها العسكريه. الجيش 18,000 جندي ولا تبني مصر سفنا حربيه الا باذن السلطان. الضرب هنا بنقول ضرب في القوى العسكريه، اي لا يستطيع محمد علي التعدي على السلطان مره ايه؟ مره اخرى. خلاص القوى العسكريه اللي بيشتغل بها محمد علي انتهت. يعني نقدر نقول نتائج الفرمان ده مهمه شويه عندي، نخلي بالنا كده فيها. تأخير استقلال مصر النهائي عن الدولة العثمانية، تأخير فكرة الاستقلال النهائي عن الدولة العثمانية، حيث كانت فكرة الاستقلال الفعل مؤاتية. طب ما انت كان عندك فكرة الاستقلال كانت مؤاتية فعلا بسبب انتصارات محمد علي على السلطنة. لا انما دلوقتي انسى، انسى اي استقلال خلاص. انت هتستقل بايه؟ بالجيش والاسطول؟ لا في جيش ولا في اسطول، خلاص والاقتصاد ضاع. طب وبعدين؟ ظل وضع مصر الدولي تجاه الدولة الايه؟ العثمانية طبقا ل 41 و40 حتى عصر اسماعيل. هتفضل مصر ماشية على الكلام ده؟
كل الكلام ده هيتطبق في عهد محمد علي في الاخر، وفي عهد عباس، وفي عهد سعيد، لحد مين ما يجي اسماعيل هيخلص من الكلام ده، وده ليه طرق تانية كتير عندنا قدام كده. احنا اتكلمنا عن معاهده لندن وفرمان كام؟ 41، وقفلنا حروب محمد علي. طيب لما نيجي نقول سؤال صح وغلط، قامت سوريا بثورة ضد حكم محمد علي، العبارة صح ولا غلط؟ قامت سوريا بقيام ثورة ضد محمد ايه؟ علي. طيب لما نيجي نقول برضو نقطة كمان، احنا عندنا طبعا حروب اليونان دي من الحروب المهمة جدا ونخلي بالنا منها، حروب الجزيرة العربية برضو مهمة. نقول كانت النتائج النهائية لحرب اليونان سببا في الشام، صح ولا غلط؟ طبعا التليفون موجود لو حد عايز يشارك. نقطة كمان لما نقول اختر، كانت النتائج المترتبة على حرب السودان سببا في دخول مصر حرب افتح قوس الشام اليونان الجزيرة العربية كريت. اختار برضو. السلام عليكم يا هدى. وعليكم السلام. ازيك يا مستر؟ الله يخليك يا هدى، اتفضلي. مستر عندي سؤال. اتفضلي. السؤال بيقول استفاد محمد علي من ايه؟ استفاد محمد علي السياسه الخارجيه للدوله العثمانيه في التخلص من الفرنسيين. تمادى محمد علي في استفاد محمد علي من السياسة الخارجية للدولة العثمانية الدولة العثمانية في التخلص من الفرنسيين، الانجليز، المماليك، الزعامة الشعبية. استفاد محمد علي من السياسة الخارجية الدولة العثمانية في التخلص من، انت قلت هنا فرنسيين، انجليز، مماليك، زعامة شعبية، قلت مماليك. استفاد التخلص من مماليك. من مماليك؟ ليه بقى؟ لان السلطان لما قال له ايه؟ لما قال له روح اضرب الحركة الايه؟ الوهابية. خاف محمد علي من انفراد المماليك بالامر، فدبر مذبحة القلعة للتخلص من الزعامة الايه؟ الشعبية. طب عندي سؤال تاني يا مستر. اتفضلي. شملت معاهدة لندن ايه؟ شملت معاهدة لندن. شملت لندن العديد من الشروط القاسية على مصر. ولكن كان اعظمها اصل هي الشروط. سياسي عسكري. قولي واحد اقصاها قسوة. اقصاها وكان اعظمها اثر. ايوه ماشي، اعظمها اثرا ايه؟ الشروط. نقط. ايوه حبيبتي الشروط بقى. شملت لندن العديد من الشروط القاسية على مصر. وكان اعظمها اثرا. اتفضلي. هي الشروط القياسات بقى. العسكري الاقتصادي. العسكري الاقتصادي. عسكري سياسي. عسكري سياسي. ثقافي اجتماعي. ثقافي اجتماعي. سياسي اجتماعي. سياسي اجتماعي. بنقول الشروط شملت لندن عدد من الشروط القاسية واعظمها اثرا. لما اجي اقول دلوقتي عندي السياسي والاجتماعي دول مستبعدين خالص عندي. تمام. ماشي؟ تمام. طيب علي الاكثر اثرا من وجهة نظرك، العسكري الاقتصادي ولا العسكري السياسي؟ هو العسكري الاقتصادي. انت شايف ايه؟ هو المعاهدة السياسي. اللي جوه المعاهدة الاقتصادي. طب قال ايه الشروط القاسية اعظمها؟ العسكري الاقتصادي. العسكري الاقتصادي؟ اقول لك ليه؟ العسكري بقى في عندي هنا التزام في مساعدة السلطان العثماني، صح؟ وهترجع الاسطول العثماني، صح؟ صح. طب الاسطول هيرجع، تبقى قوة مصر هتنزل شوية. عسكريا انت تابع للدوله العثمانيه، العسكري هنا ما كانش ضرب مميت قوي، الضرب المميت للعسكري في 41 في فرمان 41، تمام؟ تمام. خلينا في السياسي والاقتصادي.
السياسه عندي اللي هو انحصار نفوذ مصر في المنطقه العربيه وتقلص حدودها، صح؟ صح. هتسيب الجزيره والشام، صح؟ صح. طيب انما الاكثر عنفا هو الاقتصادي، ليه بقى؟ لان معاهده لندن قالت تنفيذ معاهده بلطه ايه؟ لمين؟ طب بلطه لمين لما اتنفذت اللي هناخدها دلوقتي؟ اثرها الاقتصادي كان صعب ولا سهل على البلد؟ كان صعب. كان صعب، قطع الاقتصاد المصري ودخل الاجانب وفقدت الدوله السيطره واغلاق كل دوافع الانتاج اللي عملها محمد علي، تمام؟ تمام. ماشي يا حبيبتي. شكرا. العفو، مع السلامه. سلام. طيب دلوقتي شفنا كده معايا فرمان 41، زي برضو ما قلنا دلوقتي كده فرمان 41 ممكن نقسمه سياسي الاول والثاني، اقتصادي الثالث والرابع، الخامس ده بنقول عليه نص عسكري، فنخلي بالنا من الكلام ده. والسؤال اللي كانت سألها الأنسة دلوقتي هو شبه من الايه الكلام ده في التطبيق. بنبدأ بعد كده في أهم المعادات عندي، معادة بلطة ليمان أغسطس 1838. أغسطس 1838 ايه المعادة دي؟ المعادة دي الأول اتعملت ما بين السلطان زائد إنجلترا. ليه؟ لضرب. هتضربوا مين؟ محمد علي. تضربوه ازاي؟ اقتصاديا. خلي بالك المعادله كده، السلطان وانجلترا هيضربوا الاثنين محمد علي اقتصاديا. طب هيضربوه اقتصاديا ليه؟ بسبب نظام الاحتكار. الاحتكار زعل انجلترا لان الاحتكار اغلق السوق المصري في وجه الانتاج الاوروبي في الوقت اللي اوروبا بتدور فيه على اسواق بسبب الثوره الصناعيه. دي ظروف المعاهده. وناخد عبد الجواد ونرجع تاني. السلام عليكم عبد الجواد. الو الو الو، السلام عليكم. ازيك يا ابرار؟ كويس الحمد لله. ايه الاخبار؟ عندي سؤال. اتفضلي. اصبحت الحكومه في عهد محمد علي لها دور استثماري. لها دور استثماري. نتيجة تقديم فروض عينية للفلاحين. تقديم الدعم لكل من الصناع والتجار. احتكار تجارة الواردات الزراعية. تقديم فروض مالية للمنتجين. اصبحت الدولة تقوم بدور المستثمر او الاستثمار من خلال تقديم قروض للفلاحين. هي قدمت هنا يا ابرار، ما هي قدمت قروض عينيه. بص يا ابرار، هي الدوله هنا امدت الفلاح في اول السنه بكل لوازمه، صح؟ ادت له كل اللوازم، بذور، مواشي، تقاوي. الدوله حسبته؟ لا، ما حسبتوش الا اخر السنه. عندما قام الفلاح بتسليم المحصول للشونة بتاع الدوله او مخزن الدوله، بدات الدوله تخصم اللي ايه؟ اللي ليها. مقابل التزام او الزام الفلاح بزراعه ما تقرره الدوله. تبقى الدوله هنا قامت بدور المستثمر هنا في انها زودت الفلاح بقروض عينية ليست مادية. الارض، البذور، المواشي، التقاوي، كل حاجة ببلاش اول السنة، خصم ثمنها اخر السنة، بس زرع اللي عايزاه الايه الدولة. فده دور المستثمر الايه الوحيد. حاجة تانية؟ عندي سؤال تاني. تمام، اتفضلي. كانت تطلع محمد علي لضم الشام قبل ضم السودان. تطلع محمد علي لضم الشام قبل السودان. قبل الحروب في شبه الجزيرة العربية من اجل الحصول على الثروات الشام الاقتصادية، تحقيق امن حفظ قومي، تأمين طرق التجارة المصرية، وتوطيد حكمه في مصر. تأمين الامن القومي. طب ليه ما ينفعش التجارة المصرية ان هو بيأمن الطريق برضه؟ هو كده كده بيتاجر في كل المناطق، بس هو هنا بيقول لك تأمين ليه؟ لأن اعتبر إن الشام هنا بوابة مصر الشمالية الشرقية. فأي مشكلة ممكن تحصل لجيلي من الشام. أنت فاهماني؟ وخد دروس من نابليون، إن كان في حملة الشام، رجعت بعد كده الدولة العثمانية ضربت إيه؟ كليبر من الشام، فقال لك الشام هنا أنا باخدها عشان أمن أو أثبت أمن مصر القومي في المنطقة دي، ومحدش يجيب لي مشاكل من منطقة الإيه؟ الشام، إنما كده كده هو مسيطر على التجارة في المنطقة كلها. ماشي يا برار؟ تمام، شكرا. ماشي، العفو. طيب نرجع مرة تانية هنا معايا، بلطة ليمان في أغسطس، السلطان وإنجلترا ومحمد علي. انجلترا زعلانه من محمد علي عشان ايه؟ الاحتكار اللي قفل البلد في وش الانتاج الاوروبي في الوقت اللي اوروبا بتدور فيه على اسواق بسبب ايه؟ الثوره الصناعيه. الثوره الصناعيه. طب جميل، الحل دلوقتي نضرب الاقتصاد بتاع محمد علي. طب ايه اللي خلى السلطان يوافق؟
انجلترا ذكية استغلت ايه؟ أزمة الشام بين محمد علي والسلطان، فعمل المعاهدة في مدينة بلطليمان في تركيا. المعاهدة بتقول ايه؟ ضرورة الغاء نظام الاحتكار، يبدأ التنفيذ في يوليو 1839. الاحتكار لازم يتلغي ومحمد علي يفتح البلد يوليو 1839. طب ده ليه النص؟ ناخد معانا عبد الوهاب ونرجع لكم مره تانية. اتفضل عبد الوهاب. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عبد الوهاب؟ ازيك يا مستر؟ الله يخليك. الله يخليك يا ابني، اتفضل. الحمد لله. سؤال معلش. اتفضل. شاهد عهد سعيد باشا معاك بعض السياسات العسكريه التي كان لها اثرها الايجابي؟ ايوه اتفضل يا عبد الوهاب. على الجانبين، شاهد سعيد، شاهد عصر سعيد باشا بعض السياسات العسكريه، شاهد عصر سعيد باشا بعض السياسات العسكريه التي كان لها اثرها الايجابي على اثرها الايجابي على الجانبين السياسي والفكري، الفكري والاجتماعي. استنى واحده بس، واحده على جانبين السياسي والفكري. ايوه اتنين، الفكري والاجتماعي. الفكري والاجتماعي. الاقتصادي والسياسي. الاقتصادي والسياسي. الاجتماعي والاقتصادي. الاجتماعي والاقتصادي. حلو السؤال ده يا عبد الوهاب. شاهد عصر اسماعيل سعيد سياسات عسكريه لها اثر ايجابي. هو ايه السياسات العسكريه اللي عملها سعيد؟ السياسات العسكريه ان هما كان في عهده شاركوا في حرب القرن اللي هي كان بين تركيا وروسيا، وكانت ساعتها الصناعات الحربيه ظهرت. ركز بقى معايا، شاهد عصر سعيد سياسات عسكريه، في نوعين من السياسات العسكريه عند سعيد. النوع الاولاني ان سعيد اقتصر على الايه؟ التجنيد كان محدد وبمده قصيره، صح؟ ايه؟ التجنيد كان محدد وبمده ايه؟ قصيره. ايوه. والتجنيد كان على كل طبقات الشعب. ايوه، عشان كده كان اعتبروه نوع من العدل. حلو، طب مش دي سياسه عسكريه؟ ايوه. طب دي السياسه الاولانيه. السياسه الثانيه ان هو اشترك في حرب القرم، صح؟ صح. تمام كده. طب انا هنا الوقت عايز ايه؟ عاوز اجتماعي اقتصادي. اجتماعي واقتصادي. واقتصادي. فهمت كده؟ تمام كده. اجتماعي لان الجنيد لم يصبح مجالا للتفرقه الاجتماعيه. واقتصادي لان ادى ذلك اشتراكه في حرب القرم الى ازدهار الصناعات الحربيه. ايوه. تمام؟ تمام. ماشي يا ابو هاب. ماشي، شكرا. العفو يا ابو هاب. طيب، قلنا محمد علي هنا موقف محمد علي ايه؟ موقف محمد علي رفض المعاهدة. ليه؟ حتى يحافظ على الانتاج الداخلي. اتنين، يظل منافس قوي للدول الاوروبية. طيب تمام، يعني المعاهدة مش هتتنفذ هنا كده، المعاهدة مش هتتنفذ. محمد علي رفض المعاهدة. نقول يا استاذ بس في حاجة حصلت. كان هناك باعث لالتقاء مصالح الدول الاوروبية مع السلطان عندما اشتبك محمد علي مع السلطان في نزيب. ما هو السلطان اشتبك مع محمد علي في نزيب مرة تانية. لما اشتبك مع السلطان في نزيب مع محمد علي، ده باعث لتحالف الدول الاوروبية لضرب محمد علي في تحريض السلطان العثماني على معاهدة ايه؟ اللي احنا لسه شرحناها من شوية، لندن 1840. وفي معاهدة لندن 1840 تم تنفيذ بلطليمان في إطار لندن. ركز في الكلام، تنفيذ بلطليمان في إطار لندن. إزاي؟ أدى ذلك إلى سقوط الاحتكار، سيادة نظام الاحتكار، دخول استثمارات أجنبية، سيادة مناخ الحرية الاقتصادية لصالح المنتج الأجنبي. تاني كده، محمد علي رفض المعاهدة، رجعوا فرضوا عليه معاهدة لندن، حطوا ليمان نص من نصوص لندن، قبل محمد لندن فنفذ بلطليمان، سقط الاحتكار، دخل الاستثمار الأجنبي، سادت مناخ الحرية الاقتصادية لصالح المنتج الأجنبي أكتر من المنتج المصري. السلام عليكم يا مريم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا مريم. مستر عندي سؤال. اتفضلي. هناك علاقة بين الصناعة والجيش في عهد محمد علي وأسرته، تشابه الاختيارات، تشابه. لحظة معايا بس، واحدة واحدة كده. علاقة بين الصناعة والجيش. الصناعة
والجيش في عهد محمد علي وأسرته. في عهد محمد علي وأسرته. ها الاختيارات تشابه، ارتباط، تناقض، تكامل. تمام. ايوه يا مريم. في علاقة من محمد ايه؟ انا متلخبطة بين ارتباط وتكامل، مش عارفة افرق بينهم. انا حاسة ان احنا في حصة تفاضل وتكامل. في علاقة من الجيش في عهد محمد علي واسرته. طب واحدة واحدة. تمام. احنا بنقول محمد علي. هنحلها كده بالتحليل، محمد علي اهتم بالجيش ولا ما اهتمش؟ اهتم. فبناء على ذلك اهتم بالصناعة الايه؟ الصناعة العسكرية. صح كده؟ طب نخش تاني كده؟ لما قول عندي سعيد اهتم بالجيش. فحصل برضه اهتمام في الصناعة الايه؟ العسكرية. حرب القرن. لما نيجي نقول اسماعيل اهتم بالجيش وطور الصناعة العسكرية. تمام. يعني اذا كلهم اهتموا بالقوة العسكرية وحصل عندهم ايه؟ اهتمام بما يوازي القوة والصناعة الايه؟ العسكرية. ده بنسميه ايه عندي؟ مش هينفع تناقض. صح كده؟ صح، مش هينفع تناقض. والتلاتة متشابهين مع بعض. يعتبر فيه تشابه. يعني هتبقى تشابه؟ ويعتبر فيه ارتباط. ويعتبر فيه تكامل. بس احنا قلنا بقى ارتباط. طب ليه مش تكامل؟ مش الجيش بيكمل الصناعة؟ ما هو التكامل ده لما يكون تكامل بدون شرط. انت فاهماني؟ لا مش فاهمة تكامل بدون شرط. التكامل بدون شرط ازاي؟ يعني انت دلوقتي بنيت الشقة ورحت فرشاها على طول. ده تكامل. تمام. طب انت بنيت الشقة وسبتيها لما جيتي تتجوزي فرشتيها، تبقى ده ارتباط. انت فاهماني كده؟ كده تمام. لما اجي اقول عند اسماعيل اهتم بالجيش وزود الجيش كام الف؟ 30. تبقى نتيجه للزياده اهتم بالصناعه، ففي ارتباط بين زياده الجيش والصناعه. انت معايا؟ تمام. سعيد اهتم بالجيش بس ما طورش الصناعه لما دخل حرب القرن. تبقى هنا في ارتباط بين الجيش والصناعه في حرب القرن. فاهماني؟ ماشي يا بنت. معلش كلها بقت لوغاريتمات دلوقتي، فنحاول نركز دلوقتي. واقول لك انت هتاخد الكتاب معاك، يعني انا الكتاب دلوقتي معانا ودينا اشوف عاملين ازاي اهو. ماشي يا مريم. طيب كنا بنقول ايه؟ اتنفذت معاهده بلطة ليمان وصيغه الاحتكار. هنبدا هنا بقى نتكلم على حياه جديده وعصر جديد، وهي الحياه الاقتصاديه بعد سقوط الاحتكار. اوضاع مصر الاقتصاديه بعد سقوط الاحتكار. كده خلاص محمد علي خلص معنا. هنبدا نتكلم في عصر جديد اسمه سقوط الاحتكار، وهي تساوي سياسه الباب المفتوح، او تساوي عهد خلفاء محمد علي، او تساوي عصر عباس وسعيد واسماعيل. شايف كم حاجه عندي؟ تبقى اوضاع مصر الاقتصاديه بعد سقوط الاحتكار فيها حاجات كتير عندي. هي سياسه الباب المفتوح، البلد اتفتحت ودخل الاجانب، عهد خلفاء محمد علي، عباس، سعيد، اسماعيل. ناخد زياد ونرجع لكم تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ ازيك يا زياد؟ الحمد لله كله تمام. اتفضل. كنت عايز اشارك اجاوب في ثلاث اسئله كده. في الاسئله اللي هنا دي؟ حاضر يا زياد. قول كده الاولين ده. لما اقول اختر، كانت النتائج المترتبة على حرب السودان سببا في دخول محمد علي حرب ايه؟ الشام ولا اليونان ولا الجزيرة ولا كريت؟ اليونان. ايه؟ اليونان. ليه اليونان؟ ما هو جند لما راح السودان جند السودانيين ودخلوا بعد كده حرب اليونان. انا زعلان منك. ليه؟ لما اقول عندي نتيجة حرب السودان كانت سبب في دخول حرب الشام. مش احنا قلنا بعد السودان اصبحت فكره ضم الشام اكثر الحاحا؟ صح. لاكتمال الرابطه العربيه ومواجهه الدوله العثمانيه وتعويض عن خسائره في اليونان وتامين الحدود الشماليه الشرقيه لمصر؟ صح. تبقى حرب السودان هنا مرتبطه بحروب مين؟ حرب الشام. حرب الشام. طيب الثانيه كانت تجنيب مصريين. ايه؟
التانية كانت تجنيد مصريين مش التانية كانت تجنيد. طب السؤال التاني اهو، قامت سوريا بثورة ضد محمد علي. قامت ليه بقى؟ صح، هي دي كانت من الاسباب اللي خلت له يضطر. ايوه، هي ليه سوريا عملت ثورة ضد محمد علي؟ ثورة عشان كانت عايزة تستقل بطبيعتهم. صح؟ لا مش صح. هتقول سوريا زعلانة لانه اقر سلطة الحكومة المركزية في القاهرة في سوريا، يعني قال سوريا تحت الاحتلال المصري، علاوة على فرض التجنيد الاجباري، علاوة على اخضاع امراء الاقطاع ونزع السلاح من ايديهم، علاوة على دسائس السلطان ضد محمد علي في الشام، ادت لقيام ثورة سوريا. ماشي؟ تمام. طيب، كانت النتائج ان هي الحرب اليونان سببا في الشام. ده بقى جاوبه لو فهمت. النتائج النهائية لليونان سببا في حرب الشام. ها؟ النتائج النهائية لليونان؟ سبب للشام. صح ولا غلط؟ صح. وبعدين بقى معاك، ما انت لسه مجاوبها، بنقول غلط. النتائج النهائية في السودان. مش هو لما خد السودان قال لازم اكمل بالشام؟ سؤال الاختيار اللي كنت تسأله لك؟ طيب، طب انا هسألك سؤال تاني بسيط بقى جاوبه صح وغلط برضو. ارتفعت مكانة مصر على الصعيد الدولي في النصف الاول من القرن ال19 اكثر من مرة، صح ولا غلط؟ صح. صح ليه؟ في القرن ال 19؟ في النصف الاول من القرن ال 19 اكثر من مرة. صح ولا غلط؟ صح. ليه؟ اول حاجة حرب اليونان. وتاني حاجة شبه الجزيرة العربية. لا لا قصدي زي ما انت قلت عندي حرب اليونان. حرب اليونان. ماشي. اتنين، معاهدة لندن. لندن. معاهدة ايه؟ لندن. فيها مشكلة دي؟ اقولها تاني؟ تمام، عشان صح، عشان حرب اليونان ومعاهدة لندن. طب حرب اليونان ادت لارتفاع مستوى مصر على الصعيد الدولي بشان تفاوض الدول الاوروبيه مع محمد علي لانهاء الايه؟ محمد علي. الحرب. وبنقول برضو عندي معاهده لندن ادت لارتفاع مكانه مصر الدوليه واصبح لها شخصيه دوليه. شكرا يا زياد. اعزائي طلبه وطالبات الثانويه العامه، وصلت معكم الى بدايه جديده وهي النظام الاقتصادي للمره الرابعه في عهد خلفاء محمد علي او سياسه الباب المفتوح. نلتقي بها الاسبوع القادم مع ارق تحياتي واجمل امنياتي لكم بالنجاح والتوفيق. هذا احمد صلاح يحييكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.